وزير الرياضة يسمح للأندية بإعداد اللائحة بعد إقرار قانون الرياضة لرفع شبهة التدخل الحكومي. جمال علام يدعو لجلسة بين وزير الداخلية ورئيس الأهلي والزمالك لعودة الجماهير. اتحاد الكرة يدرس إطلاق اسم حسن شحاتة على صالة المؤتمرات بالجبلية. وفد من اتحاد الكرة يزور الأهلي ويهنئ مجلس الإدارة الجديد. الأهلي يواجه الدفاع الحسني الجديد المغربي في ملحق دور 16 بالكونفدرالية. الكاف يصف مواجهة الأهلي والدفاع المغربي بصدام شمال إفريقيا. الاتحاد الإفريقي يحذر الفرق المصرية من تكرار أزمات ملاعبها. محمد يوسف يستبعد حسام عاشور وسيد معوض من قائمة الأهلي أمام إنبي بالدوري. الزمالك يفوض النيجيري معروف يوسف لاعب اتحاد الشرطة. عمر هريدي يرفض الطعن على انتخابات الزمالك ويتنازل عن كل القضايا. مجلس الزمالك الجديد يؤجل أول اجتماع له 24 ساعة بسبب مباراة طلائع الجيش. حسام البدري يعقد جلسة مع كهربا بعد فسخ عقده مع ليرزيرن السويسري. محافظ بورسعيد يعتمد تشكيل مجلس المصري الجديد برئاسة ياسر يحيى. النصر السعودي يتعاقد مع الفرنسي رينارد بدلا من الكولومبي كارينيو. البرازيلي مارسيليو يغيب عن ريال مدريد شهرا بسبب الإصابة. إيقاف العمل في أحد استادات كأس العالم في البرازيل بعد وفاة أحد العمال. أوكاشا يعود من الاعتزال لناديه النيجيري ويحلم بالمشاركة في المونديال. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد يستضيف بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.